تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى النشرة الرئيسية تأتيكم من تلفزيون يا سلام. بداية، حيث وقعت الجزائر والنيجر بالجزائر العاصمة على محضر محادثات بين البلدين، وذلك لتعزيز وتقوية التعاون في مجال الطاقة سيما المحروقات. وجرى التوقيع بمقر وزارة الطاقة من طرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير البترول لجمهورية النيجر صحابي عمارو، في إطار بحث سبل تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين الجزائر وجمهورية النيجر في مجالات الطاقة. كما تم التطرق في هذا المحضر لجميع النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير النيجيري إلى الجزائر، والتي تتعلق بالتقدم المحرز في مشروع كافرا، حيث أعرب الجانب النيجيري عن استعداده التام للعمل بشكل وثيق مع سوناطراك لتهيئة جميع الظروف اللازمة للاستئناف السريع للأنشطة النفطية في المشروع. سطرت وزارة السكن تنفيذا لتعليمات رئيسها الجمهورية برنامجا ثريا يتضمن توزيع سكنات يوم الفاتح من نوفمبر القادم، وذلك بمناسبة سبعينية الثورة التحريرية. باقي تفاصيل تتابعونها في العرض الأنفوغرافي التالي. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة بالجزائر العاصمة على أهمية تنظيم معارض للإنتاج الفلاحي المحلي، ما يسمح بإبراز القدرات الإنتاجية للجزائر وفتح آفاق للتصدير نحو دول الخارج. تفاصيل أكثر في التغطية التالية. إنه معرض باش نبرزوا يعني الإنتاج الفلاحي على مستوى جميع الولايات الوطن. لكن لاحظتم اليوم رافقونا كل سلك الدبلوماسي موجود على مستوى الجزائر العاصمة، هي عملية ترويجية أيضا على الإنتاج الفلاحي اللي هو قبل للتصدير والتصدير بقوة. إذا هذا المعرض لكن لاحظتم فيه أكثر من 176 عرض اللي جا اليوم قدموا المنتوج تاعهم المتنوع من الفواكه من الخضر، في بعض الأحيان خاصة لولايتنا فيه إنتاج تاع الطبور، إنتاج تاع العسل، إنتاج تاع الزيت وإنتاج الفلاح. إذن المعرض هذا موجه للجزائريين، موجه لكل السلك الدبلوماسي. منتظر منه هو كيفاش ننشأ يعني جواصر جسور يعني جسور لتصدير لكل. من جهة أخرى، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني أن الحكومة تعمل على القضاء على التجارة الإلكترونية الفوضوية، وذلك من خلال تأطير أفضل للممارسات التجارية أقول على الإنترنت، بهدف حماية للمهنيين والمستهلكين في آن واحد. المعرض الأول من نوعه تقريبا للترويج للمنتجات الفلاحيه، ومن خلالها لسياسه الدوله وسياسه السيد رئيس الجمهوريه فيما يخص الدعم الفلاحي. اليوم شفتوا على مستوى هذا المعرض ان الجزائر كما ذكر السيد الوزير بلد قاره يعني تتمتع في الفصول الاربعه بمختلف الفواكه والخضر وحتى يعني لي برودوي تيروار. اليوم شفنا وقفنا مع وفد من السكر الدبلوماسي على جوده وتنافسيه المنتوج الوطني، يعني نقدر نتكلم اليوم على تنافسيه المنتوج الوطني بانه ذا جوده عاليه يتوفر على كل الشروط اللي تخليه يكون على المستوى الدولي ويقدر يصدر بكل اريحيه لاخواننا المنتجين او حتى لاخواننا المصدرين. نظن يعني حتى فيما يخص يعني التسويق، يعني السيد وزير الفلاحه كان يطرح مشكل التسويق وحتى الفلاحين طرحوا مشكل التسويق، لان عندنا الحمد لله انتاج وفير جدا
في الكثير من الأحيان يتجاوز القدر أو الاحتياجات الوطنية، وبالتالي اليوم مقبلين على تنظيم السوق للخضر والفواكه من خلال تنظيم 7 أسواق يعني مختصة، سواء في العنب، سواء في التمور، سواء في الثوم، سواء في التفاح في خنشلة. أحيت مديرية المصالح الفلاحية لولاية مستغانم بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية الولائية فعاليات الطبعة 31 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، وذلك بمشاركة عدة مؤسسات عمومية وخاصة. المزيد في الموضوع مع تغطية الزميل حما بعلام. اليوم نظمت مدة مصالح فلاحية لولاية مستغانم باشتراك مع الغرفة الفلاحية والمتدخلين في القطاع الفلاحي ومديرية الري تحت إشراف السيد والي ولاية. يوم الإرشاد الفلاحي، اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي في 31 تحت شعار مقاولتية والبحث من أجل فلاحة ناجعة. كان هناك لقاء مع السادة الفلاحين المتدخلين حول المشروع، حول انطلاق الموسم 2024-2025. كان هناك إعطاء معلومات حول توفر البذور، الأسمدة والمدخلات للفلاحين. كان هناك حوار مع السادة الفلاحين وحول التسهيلات التي قدمتها الدولة في هذا الخصوص. ولهذا من هذا المنبر أن أوجه نداء للسادة الفلاحين أن كل أبواب مفتوحة، البذور متوفرة. الفلاحات المريفية كما اليوم نهضروا على القرض الرفيق الخاص بالحبوب، أين تتواجد دو غيشي يونيك على مستوى ولاية مستغانم، غيشي يونيك على مستوى بلدية مسرى وين يكون دائما فيه الطبقة الترفيه حاضر، وكاين غيشي يونيك على مستوى بلدية سيدي علي. ملفات تدرس في خلال 48 ساعة. المشاركة تاعنا هذه كانت يعني تعريف للفلاحين، تعريف الفلاحين على العقود التأمين المسوقة من طرف الصندوق الجوي والتعاون الفلاحي. إلى تيارت، حيث تبدي مجموعة من الفلاحين بمنطقة عين السفيان ببلدية وادي ليلي مخاوفها من جفاف الآبار التي يستغلونها، وهذا بعد شروعها السلطات المحلية في حفر بئر مجاور لهم يمول إحدى البلديات المجاورة، مطالبين بتدخل والي الولاية لإنقاذ نشاطهم الفلاحي. المزيد من التفاصيل مع الزميل طاهر بن يمينة. السلطات تشوفوا هذا الإنتاج، احنا ناس بساطة وربينا في هذا الارض وخدمنا في هذا الارض على جال نوصلوا لهذا اليوم. الخدمة نتاعتنا هذه الحل راه بين يديكم، الا كان هذا الخير يتطلب به يضيع مسألة تبقى مسألتكم انتم. ما كاش مسافة تاع 150 متر ما بين الحاشي وخوه، هذا غادي الاولى يضروا الحشين تاعنا. نقص علينا الماء، نهار اللي نوض راه ناقص علينا الماء، وانا في الاولى ناقص عندي الماء ويجي دروك يجي يعطلونا. وانا ملي خلقت وتربيت في هذه الارض وراني نخدم في هذه الارض وننتج في هذه الارض، ما نزد المصلحه العامه. ايش مقترح من هذا المنطقه؟ كاين 2 هكتار شجره وكاين عندي هكتار في الجهه الاخرى، حوالي 3 هكتارات الرمان الكرمه ونخدموا البصل ونخدموا الخضره بصفه عامه. احنا نتبعوا الماء، كي يكون الماء ناقص علينا ما نخدموش. مربيين البقري ومربيين الغنم تشرب كاع من الحاشي. انا عطوني توريزاسيون بحفرت هذا الحاشي، حفرته حوالي 400 مليون وزدت خدمت معه باسان. هذا الانتاج اللي راهي بدات ان شاء الله تمد في هذه الشجره، والحمد لله راهي عندي حوالي اللي بالك 250 ولا شجره كيما هكا بدات تنتج. هذا هو العام تاعها الاول. احنا سيدي الوالي رانا خايفين من امر انه هذا الماء يجهز علينا ونصبحوا ناس محتاجين. دخلت على الشيف كابيني كثر خيره واستقبلنا واحد الاستقبال وقال لي ودي حط هنا البريه تاعك ورانا رايحين نشوفوا في الامر تاعك ونوجهها لسيد الولي. وعندي الرمان وعندي العنب وعندي الكرموس وعندي المشمش وراني غارسه، ما غارسه صغير راني رايح نكبر كاع في الجنان كاع هذا الريب غايس ندير فيه من النصرانيه وما خلاونيش. انا قلت الوالدين وما عنديش، قال لي انا سيد الوالي يتدخل في هذا العمر يعاونني. انا قال لي لا ما عنديش، عندي غير هذا القرض اللي نخدم فيه. يبعد لي الحاسي يروح لي الماء خاطش انا جايه في الحدوره، هما جايين واعطين عليا انا هو الماء من عندي، ونخلص البزره ونخلص الغرفه ونخلص كاع السماوات راهم في العليا تاتيرت. من جهة أخرى، رد رئيس مصلحة الموارد المائية لولاية تيارت من خلال ميكروفونه السلام عن قضية حفر البئر بالقرب من آبار هؤلاء الفلاحين. بقي التفاصيل في تغطية الزميل طاهر بن يمين، دائما لنتابع.
تم مع مكتب دراسات تحديد عدة نقاط في بلدية سيدي علي ملال إلى أنها آلت إلى نتائج سلبية. أخذنا منطقة عين سفيان بما أنها المورد المائي الوحيد في هذه المنطقة والتي تمول كل من بلدية وديلي وبلدية تيدا وكذا سيدي علي ملال بالمياه الصالحة للشرب. اضطرت مديرية الموارد المائية لوضع بئر بمنطقة عين سفيان محاذي لبئر بلدية تيدا بحوالي 1000 متر، ما يقارب 1000 متر. بعد النتائج الإيجابية اللي أعطاهنا مكتب الدراسات تقرر وضع هذا البئر لتأمين بلدية سيدي علي ملال بالمياه الصالحة للشرب. كانت شكاوى من بعض المواطنين فلاحين، والفلاحين هذه احنا يا مرحبا بهم في المصلحه تاعنا لطرح انشغالاتهم، وممكن نعطيهم تبريرات او اجابات صريحه فيما يخص المورد المائي تاعهم. هذا الظاهره تاع احنا نسموها لافليونس تاع لي فوراج اونتر فوراج اي فوراج، دونك لافليونس هذه في بعض المرات تكون وفي بعض المرات ما تكونش. دونك انا ماذا بيه تقربوا المصلحه، نشوفوا الوثائق تاعهم شحال رانا مدينا لهم الرخص هذه اللي عندهم، الا راهي رخص، الا راهم هذه ابار مرخصه او غير مرخصه، هاو كاين اجراءات تتبع هذا تتبع. في موضوع اخر، حيث اشرف وزير العدل حافظ الاختام طبي عبد الرشيد صباح اليوم بولايه المسيله تحديدا ببلديه سيدي عيسى على تدشين ووضع حيز الخدمه للمدرسه الوطنيه لتكوين المحامين، حيث تم الافتتاح بحضور كل من السلطات المحلية والأمنية وكذا الأسرة القضائية. المزيد في تغطية الزميل بتا عثمان. انطلاق التربص الميداني لمحامي ناحية البليدة وكذا المسيلة والسطيف والبرج القضاء، ونتمنوا لكم يعني نتمنى اللي راهم يمارسوا نتمنوا لهم النجاح، ونتمنوا لهم برفع دائما القدرات والكفاءات القانونيه نتاعهم يعني بوسط هذه المدرسه ولا بوسط التطبيق الفعلي اليومي اللي راه موجود على مستوى المحاكم مع المديرين والمنظمات تاعكم. بن هدوقة عبد المنعم، منظمه المحامين شطيف، محامي مطربش. نشكر قناه السلام على التغطية الإعلامية تاعها، ونشكر كذلك منظمة المحامين لمبادراتها بالتنسيق مع وزارة العدل لإنشاء هذه المدرسة، والتي هي أول مدرسة لتكوين محامين على مستوى الجزائر. نحن كأول دفعة للمدرسة لهذه المدرسة الجهوية للمحامين المتربصين يعني دفعة 2024، يعني بعد اجتياز مسابقة وطنية وتلقي بعد أن تلقينا كذلك تكوين يعني نظري ثم تكوين تطبيقي ثم أداء ليمين القانونية. وربياس على تغطيتها لهذا الحدث كما عدناهم دائما وأبدا في مثل هذه المناسبات، خاصة هذه المناسبة الهامة في تاريخ اولا وزاره العدل والاتحاد الوطني منظمات المحامين الجزائريين. اليوم نشاهد حضور السيد وزير العدل حافظ الاختام لتدشين هذه المدرسه، وهي اول مدرسه وطنيه للمحامين بمدينه سيدي عيسى تطبيقا للقانون 1307. اكيد هذه المدرسه تتربع على 31,000 متر مربع، فيها مرافق كثيره، فيها الاقامه تتسع لحوالي 270 مقعد بيداغوجي. شرفت الأشغال بطريق البلدية الرابط بين الطريق الولائي رقم 73 ببلدية بوقادير إلى حدود ولاية غليزان على نهايتها، حيث سيتم تسليمه في شهر نوفمبر القادم، الأمر الذي من شأنه أن يفك العزلة عن مستعملي الطريق. باقي التفاصيل في تغطية الزميل حمزة حريشان. المشروع طريق بياس، في البداية هذا الطريق انتظره المواطنون انتظارا طويلا بعد معاناة، والحمد لله هذا المشروع رأى النور، ونسبة الأشغال به الآن تجاوزت 85%،
ويعتبر هذا المشروع نقطة أساسية ومهمة جدا بالنسبة لساكنة بوقادير وخاصة سكان المنطقة لفك العزلة عليهم، وكذلك محفز لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية من أجل مزاولة نشاطهم الرئيسية المتمثلة في الزراعة وتربية المواشي، كما يعتبر محور رئيسي يربط بين 4 ولايات، وهو المنفذ الأساسي والقريب جدا للولوج من وإلى الطريق السيار شرق غرب. إنجاز مشروع الطريق بياز الرابط بين الطريق الأولي رقم 73 إلى غاية بقعة بياز، حيث لاحظنا بأن الأشغال منتهية نوعا ما في إطار استلام المشروع. قدم الأشغال تفوق 85% مع بعض الأشغال فقط، حيث يتم استلام المشروع في الأيام القادمة إن شاء الله. الله يبارك طريق والله غير ما شاء الله، خير من طريق هذيك اللي منقدمة ما شاء الله اللي مشيو معها، والله غير يعني يعطيهم الصحة. ونحات علينا بزاف المشكل تاع التكسار هذاك، ورحمنا يعني بارك الله فيهم. طريق مليحة تربط ما بين الولايات، وخصها توسع شوية، تنقص شوية تنقص كان منحدرات مليحة. وبهذا الخبر نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام النشرة الرئيسية لسهرة الليلة، ألقاكم بخير في أمان الله.